سوت بطانية محسن ربيع عمل تفواجه ودخل ايه بالشورت والتشاكيتة وفوق الجاج بالحفة. طلعنا كنجريو وجبرنا الناس كتسحر ضد النساء فوق بعض تيسون كرملين الراس ما كاينش بوطا ترتقت في كوزينة قبل سباب دفصل خرجنا شي ثلاثة ديال النساء وشي جوج درج وجوج مات صدم وحصد ما يعني ديك الحالة اللي شوف صعيبة بزاف خي حسن سيدي كنت من ديك الناس الوالة في هذا الضجة اش غنقول لك الخاوي ديالي كنت في القهوة مع ديك الخمسة ديال العشية طلعت من الدار مع طلعت من الدار كنسمع عندك الدقة الخاوي ديالي قلت غزة الحوم الحاد طلعت نسطح كنجري كنشوف الدار هذا الوالي ديال الاخوه طلعت كنجري كنت في الجال كيترس الدار ديالكم قريبه نهار قريب الله يا اخا الزنقه ديال الناس والزنقه وقيلا عندهم خمسه هذه خراب عمي كنشوف الشراطم كيتحرقوا تما كنشوف الدراري الحومه كيدخلوا كيخرجوا لنا حتى انا دخلت معاهم تعاوننا معاهم كاملين به ملي كنت سي كتدخل حسن اول حاجه ملي دخلتوا شنو جبرت؟ جبرنا بنادم كيتكر من فوسط العافيه الخاوي ديال خرجنا شي دنسه خرجنا شي ثلاثة ديال النساء وشي جوج درج وجوج مات الناس هذاك الله يعظم الأجر فهاد النهار هذا نهار ديال العواشر مساكن الناس عزوا علينا والجيران ديالنا شغنقول لك أخا إبراهيم بحال اللي كتعرفني تعرف بينا ما فتحنا عين الجيران ديالنا نادم ولاد الخيرات كلوا وكال ما عندك دوق عليهم تيبان لك كتصاب الله الله عمرات هادشي اللي كتصاب الله بوطا ما نعت الله واحد خير عزو علينا الدراوي صافي والله سيد محمد شايب بس هادي شي فيا مره كامل محروق اسرك مع الله امرتي اسرك مع الله كي ضربني غير ديك الناس اللي كانوا دخلوا من الاولين كانوا حاضر ابراهيم حنا شفنا الناس جالسين خايف ساكنه الحومه الحدد جالسين انا وبلاد تشينو الخاوه طلعنا كنجريو وجبرنا الناس كتسحرق هبطنا اربعه الناس جوج دب الناس مساكن محروقين مره لولناهم وطلعت خويت جوج ستانتورات هو تفزكت بالطانية بالزبطة والشرط قولوا وقاية قولوا لوري محمد شاين لا التشاكيت خويت عليا الماء بالجلدة التشاكيتة ديالو بالجلدة بكل شيء هي مغطي عليهم بالبومادة هادشي كامل عايت بو محمد شاين أزرك مع الله همت بالطانية ودخلت في وسط العافية جوج ستانتورات خويتهم والو شاب ربوطة العافية وتا واحد ما الناس كيتحرقون داخل تا واحد ما يقدر تا واحد ما جين الوقاية ما جين ساعة الله رب كنا خرجنا ديك ساعة الله رب ساعة الله رب باش خرجنا لنا جوج داتهم بولانسيا وجوج اخرين هيف واحد الراجل مسكين من الحومة ديالهم دار مشقوقة دخلوا من الدار مساكن باش تجي لابيلانس اخرى انا دخلت ريسكيت براسي عندي 23 عام ابراهيم انت كتعرفني بالحومة دابا سيدي مديك الشاود الحومة اللي انت كتعرفني حنا خلقنا وتربينا مع بعضنا يعني حبابي عشوشة في حي ما مسكينة انا مو الزنقة ديالكم ساكن ابراهيم زعما ما كتعرفني دخلنا زوت بطانية محسن روبيو عمل تصفاق فاط في وجهي ودخل ايه بالشورت والتشاكيتة وفوق الجاج بالحفة باب بالعافية طاحت ما قدرناش هو ملي هوات الناس جبدوني انا محروق وباغي نرجع نجبد الناس وسط العافية ما قدرتش كنا مع هذا دخلنا كنقول له كنسمعوا الهدير دمر الببريه كبيره فهمتي الهدير ديالها يعني هذيك الهدير فهمتي جد النساء كيموتوا وهذا نغدو كنقول لمحمد شهيدية هو بغى يدخل وياك نشوف واحد طرطق الخاول حي طرطق ضراو له في وجهه باب دفصل طايحه والعافيه كوزينه وعطاتنا سالت وعاطيه العافيه بريسيون انا ضني سبوطه طرطقت في كوزينه قبل باب دفصل كطلع في الطبق الثالث قبلت باب دفصل عاو قبلت من الكوزينه عندها باب وعندهم مرفع شاخ دا العافيه ابراهيم حمراء ما عندك فاين غندخل غنريسكي بحياتي اسلام كان شوت خرج الله يرحمه من وسع عليهم الناس اللي ماتت الله يرحمه عزيزك اخي وناس الله يرحمه ابراهيم هزيسهم هيدا الله ينصر الحق هو اسلام شهزيناهم بوراني ما كاين لا راس شو ما كاين دراوس ما فيهم والو ابراهيم ما فيهم والو ابراهيم قال له ما شركه اماندس اللي عندك كابريس
وادي الناس ملي جات في العافيه ما جبرتش انا من هنايا بقيت كندور ومصدع على الزهر تمام اللي بغاو ملي جاو ما جبروش الزنايق مغلوقين يعني الكابليس هو الكابليس هو هادي الطنوبر عاليه انا دورتهم على الزهره وطلعتهم عليه بوتفاح ولكن معاهم انا راكب معاهم الطنوبر جاو لينا ثلاثه ما عندهمش كيجي يدخلوا لا الزنقه التسانيات والو نقولوا الزنقه متسعه ولكن الكابليس هو هادي ما جبروش الناس فرصه ديالهم كيفاش طلعوا فوق هاد الناس الا كانوا جبروا ديك الكابليس عاليين كانوا عندهم واحد الامكانيه يوصلوا عند ديك الناس بالحق هما جبروا ديك الكابليس هو هادي الناس بقات واقفه في الشارع بالاخر شركه اماندي زولنا هاد الكابليس من الزنايق زولوا علي الكابليس علي واحد 5 متر ماشي الراجل عاد كيدخل الا بين الاخرانيه كتدخل كتقول لك ما عنديش كيف تقدر تطلع انا الناس الحومه الله يرحمهم ويدخل عليهم الرحمه والمغفره بهاد الساعه واحد الحاله شفناهم فيها ها هو اسلام اخا ابراهيم شد النساء فوق بعض تيسون كرملين الراس الراس ما كاينش الواحده ما عندهاش راس اخا ابراهيم بوريه زينها يا عامله عاقل من كرم مصبوطه يعني كنت هنا في الحومه اسمع النب وما بنادم ما يسمع واش جات فيه وصل محسن روبي وصل جات الدار ديالو ما خايفش الراجل طردقوا فهمتي كلشي خرج صابنا طلعنا الدراري هبطوا اللي قدرتها بتساعد هبط باباهم طلعنا اخرين ضلنا كنجبروهم اخايش ابراهيم شابره فيهم العاف كنقول بنادم يهبط الثانيه وكذا وهذيك مشاورينهم كيقولوا لهم رجعوا بنادم كيبغيش من زعما يدب الثانيه والاخرين كيرجعوهم كلشي بنادم مرول حنا فوقيه واحد الروينه وعاد شفناهم بوراني واحد المنظر اخا ابراهيم جوج بهم فوق بعضيتهم اخا هو ما يعني ما فيهم بوبرين والو الخاوي هذا الحصاير هزيناهم هبطناهم الله يحسن العون وهادشي ماشي سهل اي واحد يمر راسو في هذا الموقف هذا الدار ديالو راه لا حول ولا بنادم فحمه تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.